بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، حلقه ان شاء الله تكون جميله. النهارده كان يوم الجمعه العظيم، خلاص تحدد تماما مين اللي بقى في الدوري الممتاز ومين اللي هبط الى القسم الثاني، وهنشرح ده بالصوره بعد قليل مع حضراتكم. لكن ايه الاحداث اللي موجوده في الساحه الرياضيه؟ الاحداث هاديه عند البعض ومشتعله عند البعض. في النادي الاهلي سعاده وفرحه و يعني حالة من البهجة موجودة لدى مجلس إدارة النادي الأهلي، لدى أعضاء النادي الأهلي، لدى جماهير النادي الأهلي العظيمة والجهاز الفني والإداري. لكن ده خلاهم يسكتوا؟ لا، النهاردة كان في تمرين وكان في محاضرة قبل التمرين والمحاضرة، وده العجب العجاب. الراجل هنى وشكر وبارك، لكنه قال لهم الدوري لسه ما خلص. ساعة ما احنا خدنا الدوري قال لهم لا، عندنا لسه شوية أهداف. إيه الأهداف اللي عندنا؟ إن احنا نختم الدوري كأفضل ما يكون. يعني إيه؟ قال لهم أنا مش عايز أخسر، بالعكس انا عايز اكسب الدوري فرق 20 نقطه، عايز يبقى الفارق ما بيني وما بين ما يليني وهو نادي بيراميدز 20 نقطه، لانه في حاله فوز الاهلي بال12 نقطه القادمه هيصبح 90 نقطه وتوقف رصيد نادي بيراميدز، وبالتالي الفارق يبقى 20 نقطه، وعايز يصل للرقم 90، وعايز يصل انه بياخد الدوري العام من غير ما يخسر. طب هل النادي الاهلي هيدي راحه للاعبين؟ لا. نعم؟ لا. النادي الاهلي هيعملها بنظام التدوير. يعني ممكن يقول للواحد ايه، انت تريح في تمرينه النهارده مفيش مشكله، او واحد يريح في تمرينه بكره، عنده ثلاثه موقوفين الانذار الثالث هقول لكم عليهم بعد شويه، لكنه في النهايه يعني محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم الثلاثه موقوفين، وبالتالي هياخدوا راحه معقوله الى حد ما. لكن الراجل هيشتغل في الروتيشن، بس هيدي فرص لكتير جدا، يعني في ناس هتاخد فرص اكتر، ناس لعبت قليل. هل نرى ايمن اشرف قبل الايام الاخيره له في النادي الاهلي؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد انه يحدث، كل شيء وارد انه يحصل، لكنه الراجل رفض حتى هذه اللحظه. وانا بكلمكم فكره الراحه الكامله للاعبين، ويبدو ان في دماغه شيء وهو سياسته ناجحه بنسبه 100%. خلينا النهارده اعزائي المشاهدين والمتابعين في الصراع اللي كان محتدم جدا، واللي انا هاخده معاك ثانيه بثانيه وبدقيقه بدقيقه، في صراع البقاء للدوري الممتاز، لانه كان عندنا ثلاث فرق. لما تيجي ترتبهم مين الاكثر فرصا في البقاء في الدوري الممتاز وانت مغمض؟ طول اسوان. ليه؟ اسوان بيلعب على ملعبه مع فريق الداخليه المكافح جدا، الفوز يكفي للبقاء في الدوري الممتاز، بل انه سير المباراه كمان ساعده ان التعادل يكفي للبقاء في الدوري الممتاز، وحصلت حاجات غريبه جدا. يليه غزل المحله، غزل المحله بيلعب الحدود في اسكندريه، بس نقلوه برج العرب، يعني ملعب مش ملعب حرس الحدود، واي فوز يبقيه في ظل تعادل اسوان او هزيمه اسوان. الداخليه ابعد حد تقدر تقول انه ممكن يقعد في الدوري الممتاز، لكن تعالى معايا بقى ثانيه بثانيه ونشوف ايه اللي بيحصل. يعني تعالى نشوف كده البدايه كانت مع حرس الحدود وغزل المحله. الاوت بتاع خالد سامي كالعاده، والدربكه والهيصه والدوشه، وينجح فريق حرس الحدود في احراز الهدف الاول الحقيقه اللي سجله محمود بن والي في الدقيقه 9. خلي بالك الفريق ده نازل للقسم الثاني، الفريق ده نازل للقسم الثاني الدقيقه 9، لكنه يعود غزل المحله بضربه جزاء بعد استدعاء الفار لمحمود عاشور، ولا اراها ضربه جزاء صحيحه، وينجح المحله في التعادل، لكن النتيجه ما كانتش كافيه. حرس الحدود الحقيقه يعني بصراحه فريق يستحق كل الاحترام، كل الاحترام والتقدير. لكن انا تعالى نروح شويه لاسوان قبل ما نروح لحرس الحدود. في مباراة أسوان الولد ده عمر البنوبي يا جماعة، ده ولد من أهم نجوم الموسم ده، هو اللي له الفضل الأول في إبقاء فريق نادي حرس عفوا فريق الداخلية في الدوري الممتاز، وينجح الداخلية كمان مرة تانية عن طريق فانوم ألفريد في الدقيقة 45 إنه يسجل الهدف الثاني. الله 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 الله، خلاص الداخليه باقيه في الدوري الممتاز. لكن سريعا مع بدايه الشوط الثاني ينجح محمد ناجي جده في الدقيقه 57 في ادراك الهدف الاول، ماشي قربت شويه، خاصه انه المحله متعادل، فلو اسوان اتعادل الدنيا تظبط. الاوتات كانت كلمه سر، صاروخ صاروخ يسكن الشباك في الدقيقه 60 من محمد المرسي، وافراح انطلقت في الجنوب مع الاسوانيه، لانه 2-2 النتيجه دي تبقي اسوان في الدوري الممتاز. خلصت على كده؟ لا، حرس الحدود ادى الهديه الاكبر لاسوان وللداخليه.
حرس الحدود وقبل النهاية بيسجل الهدف الثاني في شباك نادي غزل المحلة في الدقيقة 90، وصورة خالد عيد وصابر عيد وبكاء لاعبي غزل المحلة على أرضية الملعب خير دليل على هذا الأمر. انتهت القصة كده بالنسبة لغزل المحلة. استمرت الإثارة فين؟ في استاد أسوان وفريق أسوان. بص يا عيني بقى الحظ والتوفيق من عدمه، القائم وترتد إلى عماد السيد. دخلت خلصت الحكاية وأسوان بقي في الدوري الممتاز، ورغم أن النتيجة دي لا تبقي أصلا فريق الداخلية في الدوري الممتاز. ثم مجهود فردي وخدها وجري وناحية اليمين وأطلق قذيفة قنبلة ترتد وهي رايحة المرمى، المرمى انخفض قليلا عشان تخبط في القائم وتضيع فرصة كمان مؤكدة على فريق نادي أسوان. ثم تأتي المفاجأة، الوقت بدل الضايع، محمد معروف نجم المباراة الأول، نجم المباراة الأول بيدي 9 دقايق وقت بدل ضايع، ينجح البنوبي من جديد، واحد من نجوم الموسم مش الداخلية فقط لا غير، انه يسجل الهدف الثالث. هدف الثالث ده هدف البقاء في الدوري الممتاز. ثم يصنع من جديد لرشيد احمد يسجل الهدف الرابع وهدف الاطمئنان والبقاء في الدوري الممتاز. ايه هذه الاثاره؟ ايه هذه المتعه؟ كل التحيه لعلاء عبد العال ورجاله، كتيبه علاء عبد العال. الحقيقه علاء عبد العال تولى تدريب فريق الداخليه في وقت صعب جدا، ووقت يعني مستحيل على اي مقاتل انه يقول لك انا اوافق على هذه المهمه. وانا بقول لك لما تيجي تسال مين اللي هيقعد في الدوري هتقول بالترتيب اسوان ثم غزل المحله ثم الداخليه، لكن الداخليه ينجح خارج ملعبه في تسجيل 4 اهداف ويبقى في الدوري الممتاز. يصبح الترتيب من الاخر خالص، الداخليه 36 بونت يستمر 35 بونت يستمر في الدوري الممتاز، واسوان 33 وغزل المحله 33. كل التحيه لفريق الداخليه هذه المره ولمدربهم المقاتل علاء عبد العال. كابتن علاء مساء الفل، الف مبروك، قتال وروح واصرار وعزيمه مش غريبه على علاء عبد العال. حبيبي يا كابتن شوير وبشكرك والحمد لله توفيق ربنا، وفعلا احنا قاتلنا في ظروف صعبه جدا. نعم. زي ما حضرتك قلت لعيبه وجهاز واداره في وسط دوري صعب جدا. نعم. ظروف صعبه جدا، والحمد لله ان احنا نقعد بالشكل ده وفي اخر مباراه وفي اخر دقائق، ده فضل كبير قوي من عند ربنا. وانا بقول يمكن قلتها للعيبه النهارده، قلت لهم النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري، اوعدكم النهارده بمثابه بطوله. ده صحيح، ده صحيح. علاء كنت بتتابع المباراه الثانيه ازاي؟ مباراه حرس الحدود وغزل المحله، ما انت برضه عيني بتلعب والمباراه مكعبله معاك وكمان عينيك ودانك الناحيه الثانيه. عن طريق حاجتين، عن طريق الجمهور اسوان. ايوه. بأول ما الحرس بيجيب جول بيصرخ. وعندي طبعا الاداري موجود معايا بتابع كل شويه لغايه اما في النهايه تابعت، وكانت اصعب لحظات عليا. ايوه. والمباراه انتهت بتاعت حرس الحدود والمحله. وانت 2-2 لسه. وانا 2-2. فدي كانت لحظات صعبه ان احنا هنضيع فرصه، رغم ان الطموح كان عندنا نفس الطموح عند اسوان. ده صحيح. يعني اسوان يكفيها التعادل يعني. نعم. فدي كانت لحظه صعبه عليا جدا، انما كان ربنا كريم ان احنا نجيب جول في الدقيقه 4 من الوقت الضايع. نعم. وننهي في الدقيقه 10 كمان بالجول الرابع اللي ينهي. خليني الحقيقه احيي محمد معروف، حكم النهارده كان اكثر من رائع. يعني حقيقة. عامل المباراه الحقيقه محمد معروف عمل مباراتين من ساعه عودته من كاس العالم، الاهلي والاتحاد ثم اسوان والداخليه، على اعلى ما يكون. اعتقد انت توافقني حتى لو ما كنتش قعدت في الدوري الممتاز كنت هتقول نفس الكلام يا كابتن علاء. لا دي حقيقه، كابتن محمد. نعم. معروف من الحكام المتميزه جدا. نعم. بيدير بنضج دلوقتي. نعم. اعتقد انه سيطر على المباراه وسط الجمهور وسط نادي اسوان، اعتقد وجدير بالذكر برضه رغم الهزيمه المباراه. نعم. اللي فاتت بوجه الشكر برضه للكابتن محمود البنا. طبعا يعني رغم طبعا يعني حكم لنا مباراتنا. نعم. مع الاسماعيلي. نعم. ورغم خسارتنا انا بحييه من الحكام برضه المحترم، احنا عندنا حكام متميزه جدا. ده صحيح. كابتن شوبير. نعم. بس يعني اللي هم يعني ما بيشوفوش غير الكره فقط، ما بيشوفوش لون الفانيلا. ده شيء مهم. 2-0 الشوط الاولاني و100 فل 14 بيبدا. الشوط الثاني وفي دقائق 57 و60 بتبقى 2-2، معناها ان انت هتنزل خلاص. اتعاملت ازاي؟ اتصرفت ازاي؟ وقع الهدفين جم على عليك ازاي؟ انا كنت براهن على حاجتين من بدايه المباراه. النمره 1 العامل البدني. نمره 2 عامل الجو. نعم،
عامل الجو ثلاثة. عامل الجو لصالحك انت مش لصالح اسوان؟ لان احنا بدنيا كويس. انا واثق في قدرات البدنيه لعيبتي من خلال الجهاز ومن خلال المعد البدني الدكتور احمد، فواثق من امكانياتهم البدنيه. وعوامل الجو هياثر على الجزء البدني. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، انا ما رميتش اوراقي مره واحده يا كابتن شوبير. انا كنت بقسم المباراه. ان انا الى حد ما اغلب اللعيبه اللي بدات المباراه مش لعيبه اصحاب مارين، ما فيش غير الاثنين بس اللي قدام رميتهم، كريستوفر وعبد الرحمن البنوبي. هايل لعيب، هايل عبد الرحمن البنوبي لعيب هايل. دول اللي هم كانوا اصحاب المهارات، وفي التلت الاخير اللي هم يقدروا يخلصوا بشكل كبير. انما احتفظت باوراق ربما ان انا احتاج لهم، زي سمير فكري، زي رشيد احمد، زي محمد رمضان، زي فهد جمعه، وصنعوا الفارق. دول صنعوا الفارق في التوقيت اللي هو اللي بدا الجزء البدني اللي فيه عند الاسوان، والنتيجه 2-2، واحنا بدانا نعلى وربنا كرمنا. انما في النهايه انا بقول توفيق ربنا برضه، ان احنا في كورتين لاسوان. لسه هسالك، كره في القائم وكره في العارضه، احساسك ايه؟ حسيت ان ربنا بقى رايد لك؟ لا ده هترتد لك بقى والدنيا هتضحك لك. انا بص يا كابتن، انا الكره اللي جت في العارضه دي جنب كابتن هاني عبد الباقي المدرب المساعد معانا، والله العظيم طلعت واقف جنبي قال لي يا كابتن هنكسب، هنجيب جول دلوقتي ان شاء الله. بعد ما الكره جت في العارضه انا بدل كل زي حقه. قال لي يا كابتن هنكسب ان شاء الله. ببص لقيت بعد الكره دي ربنا كرمنا بالهدف بتاع عبد الرحمن اللي هو الثالث، وبعديه بقى طبعا ضغط وبتاع، طبعا ما فرحتش قوي بالهدف الثالث لان لسه في حوالي 5 أو 6 مزبوط دقائق. مظبوط كتير. وممكن تحصل اي حاجه. الهدف الرابع انا نزلت الملعب. خلاص بقى غصب عنك نزلت الملعب، احنا قعدنا خلاص. يعني جماهير اسوان الجميله تعاملت معاكوا ازاي بعد المباراه؟ والله يا ناس محترمه جدا. انا بص يا كابتن شوبير، انا رحت بعد المباراه لان جماهير اسوان، انا دربت هنا في اسوان. وهم يعزوا عليا بشكل كبير جدا. وانا من ابناء محافظه اسوان. يعني ابويا الله يرحمه وعمامي وكلهم ولاد عمامي من اسوان. انا رحت عشان خاطر يعني احييهم على تشجيعهم لفرقتهم. واواسيهم. انا بعد قله طبعا غلطت فيا، فاخدت بعض وتراجعت تاني. فانما طبعا هم شعب اسوان كله شعب طيب، اهل اسوان طيبين طبعا. واكيد طبعا لهم الحق يزعلوا على فرقتهم، بالذات ان هم كانوا بادئين بدايه كويسه قوي. ده صحيح. يعني لدرجه ان البعض قال لك ده الحصان الاسود للدوري. هم والمحله. والمحله نفس الموضوع. فطبعا من حقهم انهم يحزنوا ويزعلوا طبعا على هبوط فرقتهم. فانا بقول هارد لك لفريق اسوان، هارد لك لفريق غزل المحله، بحيي فريق حرس الحدود جدا. ايه الفير بلاي وايه النظافه وايه الجمال ده؟ شيء في غايه الاحترام، وهي دي كره القدم. انا النهارده كاني بتفرج على ماتش في الدوري الانجليزي يا كابتن علاء بمنتهى الامانه يعني. انا يعني بحييهم، لان انا لما لعبتهم ماتش من 3 أسابيع ماتشات كنت كسبان، والمتعادل معاك في الوقت الضايع. اتعادل في الوقت الضايع. انا يعني زعلت، قلت هم بيلعبوا لصالح مين؟ اتضح ان الناس دي محترمه جدا. صحيح. جهاز ولاعبين واداره. برافو عليك. ومؤسسه عسكريه محترمه. لا بيلعبوا لصالح نفسهم لسمعتهم. ده صحيح. وده يحسب ليهم النهارده ان هم ما لهمش في اي حاجه. ويلعبوا بالشرف ده قدام غزل المحله ويكسبوا كمان غزل المحله. لا انا بشكرهم جهاز ولاعبين واداره ومسؤولين، فكل الشكر ليهم. وفي نفس الوقت طبعا بقول هارد لك لفريق اسوان وفريق غزل المحله، وبشكر لاعبتي، بشكر الجهاز الفني اللي معايا على الجهد والصبر اللي احنا اشتغلنا عليه والتعب اللي احنا تعبنا عليه. احنا مرينا بثلاث ايام يا كابتن شوبير بعد ماتش الاسماعيلي. ان خلاص الكل بيقول لك الفريق الداخليه اول هبوطي. وبنشوف فرقه من الاثنين، يا اسوان يا المحله. صح. ده كان كل الكلام. سواء بقى نقاد محللين الاغلبيه يعني. انما كان في بدله امل، ودي اللي احنا اشتغلنا عليها وقد كان. فانا بقول بقاء فريق الداخليه النهارده اعجاز وليس انجاز كمان. بشكرك كابتن علاء عبد العال، وبهنيك مره ثانيه، الف مبروك، تستحق كل تحيه وتهنئه. خالص التهنئه لفريق الداخليه ومن قبل طلاء الجيش وسيراميكا وكل الفرق اللي كانت مهدده. وبنقول هارد لك لاسوان، عملت موسم اكثر من رائع، الحظ تخلى عنكم، خاصه زي ما قال الكابتن علاء، كره في القائم وكره في العارضه. فريق غزل المحله عنده مشكله من بدري طويله جدا جدا، لم يحصد الا 6 أو 7 نقاط في الدور الثاني، هو اللي عمل كده في نفسه. لكنه المحله يظل نادي شعبي وجماهيري، وله تاريخ عظيم جدا، فايز ببطوله الدوري العام، ووصل اكثر من مره لنهائي الكاس. يشتغلوا السنه اللي جايه سواء هذا او ذاك للعوده من جديد الى الدوري الممتاز. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد الفاصل عندي الكثير والكثير من الاخبار، خليكم معنا. We'll be right back.
جدا مشاهدينا مع تتويج النادي الاهلي. هناك يعني بنود كثيره مجهوله. ياسين مكاري المحلل الاداء الخاص بمستر كولر، فيرست فولت بليجر تو، اهلا بك معنا على قناه اون تايم سبورتس، وتهنئتنا على هذا اللقب، وخاصه انتم جمعتم القاب كثيره هذا الموسم. فيما يتعلق بما وظيفتك في الجهاز الفني، اعتقد انها مليئه بالاسرار وانت تبذل جهود كبيره لهذا الفريق. حدثنا عن هذا وتهنئتنا لفريقكم. أود أن أتوجه بالشكر للفريق وللمشجعين ولكل الطاقم الفني، لأن بالفعل كان موسم مزدحم جدا، وأتمنى أن نستمر في الفوز دائما. أنا أعمل كمحلل للأداء، أعمل مع الطاقم الفني ومع الجميع، وأعتقد أننا نؤدي بشكل طيب وكلنا طموح، ونحن بالفعل سعداء جدا بالوجود في النادي الأهلي. علينا دائما في العمل في النادي الأهلي أن نكون مركزين ونبذل كل طاقاتنا. أيضا هذا الفريق فريق يستحق ما حصل عليه. ما الفارق الذي وجدته بين يومك الأول في العمل مع هذا الفريق وتطوره حتى الآن؟ أعتقد أنني عندما أتيت إلى هنا أنا لم أتفاجأ، لأنني أعرف أن النادي الأهلي كبير، هو النادي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأنا أعرف هذا جيدا على المستوى الشخصي لأنني كنت ألعب في تونس وواجهت الأهلي من قبل، وأنا أعرف أنه نادي كبير جدا، وأنا أعرف ما الذي كان متوقع أن نفعله. أستطيع أن أقول أننا أدينا عملا طيبا حتى الآن. الآن هناك بطولات أخرى في انتظار الأهلي، كأس السوبر الإفريقي، وأيضا بطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي. كيف ترى ذلك؟ أولا لابد أن ننهي هذا الموسم وبعدها نأخذ أجازة ولنرى. ده تقريبا اول ظهور لياسين مكاري محلل الاداء في النادي الاهلي. اولا بشكر الزميل محمد طه، لانه طه الحقيقه مش كده بس، ده طه بيتابع الراجل ده وبيصوره خلال التسخين بتاع المباراه. هقول لكم مفاجاه مدويه، يعني انه ياسين مكاري ده ليه حاجتين عندي. الحاجه الاولى انه بيتابع تسخين الفريق المنافس. ايوه بيتابع تسخين الفريق المنافس وبيسجل ده. اهو بص حضراتكم شوفوا الدنيا عامله ازاي. هو سايب تسخين فرقته ورايح يتابع تسخين الفريق المنافس، وده حقه وما بيعملش حاجه غلط يعني، وبيدي تقرير في التو واللحظه لكولر، يمكن يكون له بعض الملحوظات لكنه يؤدي واجبه على اكمل وجه يعني، وهو كولر ساعتها بيبقى له رؤيه معينه. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا شغله واضح انه 10 على 10. النقطه الاهم بقى كهربا، لانه ياسين مكاري كان زميلا لكهربا لما احترف في سويسرا، وهو اللي امن بقدراته، وهو اللي يعني قال لكولر، غير ان كولر سويسري كمان، انه ده لعيب جيد والفريق المفضل لدى كولر في سويسرا وجراس هوبر يعني. فمن هنا ده دور محلل الاداء. لكن ماذا حدث في الاهلي خلال ال 24 ساعه الماضيه؟ كولر زي ما قلت لكم رفض يدي اللعيبه الاساسيه الراحه، وقال مستنين لحد اخر السنه. الروتيشن هو اللي هيستمر. فوز كبير على الزمالك، لكنه هيفضل يحاول انه ميبقاش فيه اجهاد او تعب لاي لاعب، وهو في الحته دي هو شاطر جدا 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 يعني. لكن الرؤيه تبان امتى؟ الرؤيه تبان بكره، لان هم عندهم معسكر بكره عشان عندهم مباراه مع المقاولون العرب بعد بكره. طيب ده على المستوى ده. حاجة تانية، هو اجتمع مع سيد عبد الحفيظ، مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عشان بيتكلموا على الأيام القليلة المقبلة. سيد عبد الحفيظ عمل إيه؟ سيد عبد الحفيظ توجه إلى كفر الدوار مسقط رأس كابتن مروان عطية عشان يقدم العزاء من النادي الأهلي لمروان في وفاة والده اللي توفي صبيحة أو صباح يوم المباراة. ده كان يعني كانت لفتة مهمة جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الناجح جدا في النادي الأهلي. ما عجبنيش رد محمد عبد المنعم على الانتقادات اللي بتعرض لها، لان انت عبد المنعم الناس كلها طايره بيك من ساعه ماتش الوداد وغير الوداد، وبيتكلموا عنك كويس جدا، فلما بينقدوك بينقدوك خوفا عليك، وده واضح جدا يعني.
فهم بيقولوا ان الثقه زياده والقصه زياده. فهو كتب على انستغرام يعني الثقة بالنفس ليست الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك، بل الثقة بالنفس هي اعتقادك بأن إعجاب الناس بك أو عدمه لن يؤثر عليك في أي شيء. إزاي مش هيؤثر عليك في أي شيء؟ يعني الناس لما تبقى معجبة بيك وفرحانة بيك وطالعة بيك السماء، ده مش هيأثر عليك؟ ده مش هديك ثقة؟ ده مش هيخليك كويس في الملعب؟ ده مش هيخليك فرحان في الملعب؟ لو الناس بتهاجمك أو 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 بتنتقدك أو زعلانة منك أو أو، ده مش مظبوط. يعني أنت عقلية جيدة جدا ولعيب ما شاء الله النادي الاهلي ومنتخب مصر كان محتاجه، كلنا بنقول هذا الكلام يعني. فانا اتمنى انه عبد المنعم يعني ما تاخدكش الجلاله قوي، لانه انت لعيب كويس قوي ولعيب مهم قوي للمنتخب ولعيب مهم قوي للنادي والناس كلها بتحبك، فما تفقدش حد من محبيك او من معجبيك يعني. طيب عايزين تاخدوا في لقطه بس هعرضها لكم دلوقتي، لكنه عايز اقول لكم ان الامور طبيعيه جدا داخل النادي الاهلي والتمرين عادي، وما تحسش انه عملوا حاجه يعني حاجه غريبه، ولا كانه مع مين كسبين الزمالك 4-1 واخدين الدوري قبلها بخمس اسابيع ومكسرين الدنيا، لكنه يعني عادي، الامور عاديه جدا، وبقول لك بيتعامل كان الراجل ما خدش بطوله الدوري ألعب. لكنه الحقيقه قبل ما اطلع لفاصل، تعالوا بقى نشوف كده بهدوء هدف الاهلي الرابع في الزمالك، عايز اشوفه كده معاكم. شوفوا الكوره لمست كام لعيب واتدورت كام مره، تعالوا كده نبص عليها من بدايتها. عد معايا 1 2 3 وبعدين ترجع 4 وبعدين 5، خلي بالك من فوق لتحت، وبعدين 6 وبعدين 7 وبعدين 8 وبعدين توصل للشناوي 9 وبعدين 10. اي حد يشتت 11 ده في دي 94 هي 12 ها 13، خلي بالك خلي بالك ده كريستو 14 او كوكا 15، خلي بالك الكره ماشيه ازاي. هنا كريستو بقى، هنا طاهر، هنا بقينا 16، هنا بقينا 17، هنا بقينا 18 بجون 20. يمكن ناس كتيره 19 يعني 19 باصه بدخولها الشبكه نعتبرها رقم 20. مفيش حلاوه كده، هيدولك تاني وتشوفه بسرعه وتشوف جماله. فرقه كسبانه 3-1 الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع وبتلعب بالشكل ده وبالطريقه دي وبالاسلوب ده. كان نفسي نعيده من الاول يا احمد عشان الناس يعني الناس تستمتع بهذا الهدف. في ناس بتقول لك هدف عشان الجون شوطه حلوه، الجون عرضيه حلوه، لكن انت لما تشوف الجول كده من اوله عامل ازاي، بص بمنتهى الهدوء الطبيعي. هنا واحد ياخدها ويجري عشان ياخد كورنر، ياخد اوت، لا يرجع. ايه ده؟ ده مدرب، ده مدرب، مدرب ده كل الناس. ده انت مفيش لعيب ما لمس مفيش لعيب ما لمس الكوره، حتى محمد شناوي حارس المرمى. شناوي كان من اسهل عليه لعبها طويله. بص هنا الاستلام والتمرير، ومره تانية التمرير، مره تانية من ياسر لكوكا لتمريره مره تانية. ده شريف، خلي بالك صاحب الهدف كان فين. بص ديانج، عمرك كنت بتشوف ديانج جوه 18 كده؟ تمريره تانية. بص بص هاني، ديانج، شريف اللي كان بيشاور عشان ياخد الكوره الى هدف. دي من الاجوان الحلوه، ده من الاجوان اللي تدرس يعني بجد يعني. ده هنا تقول بصمه مدرب. فيش وتشبيه لمارسيل كولر بيثبته حضوري في استاد القاهره في الهدف الرابع في مباراه الاهلي والزمالك. فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. عاملين لكم حاجه جميله يا رب تعجبكم باذن الله، والحاجه دي هيبقى لها في النهايه جوائز قيمه، جوائز يعني دي من حضرتي انا شخصيا يعني، وهتبقى حاجات من اللي انتوا بتحبوها خاصه بالادوات الرياضيه. عملنا كفريق عمل اجتماع وجبنا مجموعه من حبايبنا، وانا بعدت عن الاختيارات خالص. عايزين نختار احسن لعيب في مصر، وعايزين نختار افضل لاعب شاب في مصر، وعايزين كمان نختار افضل محترف، وعايزين افضل حارس مرمى وافضل مدرب. فزودنا حاجه جديده، قلنا احسن لعيب في مصر دايما الانديه الشعبيه والجماهيريه، طبعا النادي الاهلي هيكتسح كل حاجه. فقلنا كمان ناخد افضل لاعب من غير الاهلي والزمالك عشان يبقى لهم تصويت لوحدهم، حقهم يعني. الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر وبطل افريقيا،
وبطل اي حاجه، وانت ماشي كده بطل اي حاجه، بسم الله ما شاء الله، سنه تاريخيه للنادي الاهلي. فقررنا ان احنا كمان نغير شويه او نجدد شويه في الاستفتاء بتاعنا مع حضراتكم. تعالوا كده نشوف احنا بنعمل ايه. افضل لاعب خمسة كان لازم، كان امنيه يبقى معاهم اتنين كمان، محمد هاني ومجدي قفش، وهحكي لكم القصه ليه. لكنه ما بين حسين الشحات، احمد سيد زيزو، مروان عطيه، محمود كهربا، مصطفى فتحي، دول اللي بيتنافسوا على احسن لاعب. هنعمل ايه؟ هنشيل بعد التصويت الاولاني اتنين ويفضل تلاتة. التلاتة دول يتنافسوا على افضل لاعب في مصر هذا الموسم، طبعا من خلال صفحاتنا زي ما انتم عارفين ومتابعين وبتتابعونا دائما وابدا. ده فيما يخص افضل لاعب، ودايما الهاشتاج اسمه الافضل مع شوبير. ادخلوا بقى وصوتوا عشان القائمه دي بتتقلص من خمسه الى ثلاثه، ثم الصراع الثلاثي لحد ما نعلن النتيجه في النهايه. طب اللي جاي شكله ايه؟ يلا بينا يا عم احمد. محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، كريستوفر مابلولو لاعب الاتحاد السكندري، احمد امين اوفا لاعب امبي، محمود حماده لاعب فاركو، محمد حمدي زكي لاعب اسوان. ده الاختيار افضل لاعب من خارج انديه القمه. يلا بينا على اللي بعد كده، افضل لاعب شاب. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، محمد حمدي لاعب انبي، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، محمد شحاته لاعب طلائع الجيش، واحمد عاطف قطه لاعب المقاولون العرب، دول اللي بيتنافسوا على افضل لاعب شاب.
نروح لحاجة برضو مهمة جدا، وهي أفضل لاعب محترف في مصر هذا الموسم. علي معلول وبيرسي تاو من النادي الاهلي، الياس الجلاسي من النادي المصري، وليد الكارتي من نادي بيراميدز، وكريستوفر مبلولو من لاعب نادي الاتحاد السكندري، دول بيتنافسوا على افضل محترف في مصر هذا الموسم. المسابقه اللي بعد كده مسابقه بتحبوها، وهي افضل حارس مرمى. محمد الشناوي حارس مرمى مصر والنادي الاهلي، واحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، ومحمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، ومحمد بسام حارس مرمى سيراميكا، دول اللي بيتنافسوا على لقب افضل حارس مرمى في مصر هذا الموسم. اللي بعد كده اختيار ما اعتقدش هيكون فيه صعوبه، لكن هو اختيار افضل مدرب. طبعا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، جيمي باتشيكو مدرب بيراميدز، وعلي ماهر فيوتشر، وعلاء عبد العال الداخليه، وتامر مصطفى انبي، دول اللي بيتنافسوا على افضل مدرب. زي ما قلت لك الخمسه بنقللهم الى ثلاثه في استفتاء الافضل او هاشتاج الافضل مع شوبير، وبعد كده بنختار من الثلاثه في كل مركز الافضل، ويتم الاعلان مع الايام القليله المقبله باذن الله. اهداف اليوم بالكامل والافضل اليوم نشوفها، لكن بعد الفاصل. طيب، كان عندنا عدد من الاهداف النهارده اعزائي المشاهدين، تعالوا نبدا باهداف مباراه الشرف، مباراه حرس الحدود وغزل المحله، واللي لو كان المحل كسبها كان قعد في الدوري الممتاز، لكن بمنتهى الشرف والفير بلاي فريق حرس الحدود كان في الموعد وفاز بدلا من الهدف هدفين. الهدف الاول زي ما انتم بتشوفوا محمود بن والي في الدقيقه 9 من احداث اللقاء، طبعا لا يوجد تسلل على الاطلاق، وهدف صحيح لصالح فريق حرس الحدود. غزل المحله تعادل بضربه جزاء، انا الحقيقه يعني لا ارى فيها ضربه جزاء،
يعني حتى الفار استدعى محمود عاشور لكنه صمم على قراره باحتساب ضربة جزاء. احمد الشيخ سجل منها هدف التعادل لغزل المحلة وهدف الامل، لانه المحلة يعني لو كان سجل هدف كمان كان خلاص ضمن البقاء في الدوري الممتاز، ولكن الحقيقة زي ما قلت مباراة الشرف حرس الحدود نجح في الوقت البدل الضائع في الدقيقة الاخيرة من اللقاء انه يسجل الهدف الثاني عن طريق محمود ممدوح. تنتهي المباراة بسقوط غزل المحلة، هبوطه الى القسم الثاني، ورغم هبوط حرس الحدود لكنه كسب احترام الجميع. المباراة اللي بعد كده كانت بين بيراميدز وطلائع الجيش، وانتهت بفوز كبير جدا لفريق نادي بيراميدز. العربي بدري بيسجل اول اهدافه هذا الموسم مع فريق طلائع الجيش في الدقيقة 12، لكن بيراميدز نصب السيرك تماما بعدها، والاجوان يا جماعة اجمل من بعضها. ده الهدف الاول عبد الله مجدي من تسديدة في الدقيقة 25، وبعدها كريم حافظ تعرفش ايه اللي دخله في المكان ده يسجل الهدف الثاني، تبقى النتيجة 2-1 لصالح فريق نادي بيراميدز. بعدها اخطأ محمود فتح الله وسجل بالخطأ في محمد فتح الله عفوا، سجل طبعا هو يعني مش مسؤول، او يعني المسؤول اكتر هو عمر رضوان. دايما بنقول يا جماعة يعني نخلي بالنا من الحاجات دي، لكن فعلا الكرة كانت تخطط خط المرمى، وبالعودة اتضح ان الكرة هدف، بقت النتيجة 3-2. بص الجول ده وجماله، بص الجول ده وجماله، ادي كعب اولاني اتعمل، ادي عرضية، وادي كعب رائع. ايه الاسيست الرائع ده، ايه الاسيست الرائع ده، اعتقد فخري لكاي او مين يا جماعة اللي عمل اسيست حلو، فخري لكاي حلو قوي قوي قوي. محمود صابر متألق، محمود صابر بيسجل الهدف الرابع، ثم ينجح أحمد أيمن منصور في إدراك هدف جديد لطلائع الجيش 4-2. لكن المباراة ما كانتش مؤثرة، طلائع الجيش كان قد أنجز المهمة. المفاجأة حدثت من البنك الأهلي اللي فاز على فيوتشر بهدف مقابل لا شيء، كالعادة كريم بامبو نجم الفريق بيسجل الهدف الوحيد في اللقاء. أسوان والداخلية اللقاء الإثارة والشجون والدموع والأفراح، والداخلية بيتقدم بهدف في البداية عن طريق عبد الرحمن البنوبي، كل ده في الخمس دقايق الأخيرة من الشوط الأول، ثم ألفريد خطأ طبعا دفاعي لا يغتفر، يسجل فنوم ألفريد الهدف الثاني في الدقيقة 45 أو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني بتنقلب بالآية تماما، وينجح فريق أسوان في إحراز بدلا من الهدف هدفين، الهدف الأول عن طريق محمد ناجي جده الصغير، تبقى نتيجة 2-1، ثم صاروخ أرض جو من محمد المرسي يسكن الشباك 2-2، والأفراح تعم أسوان، لكنه فرحة ما تمت زي ما بيقولوا، الوقت بدل الضائع خطفها تاني عبد الرحمن البنوبي، سجل الهدف الثالث لفريقه ببراعة ومهارة. ده معار من سيراميكا على فكرة يا جماعة عشان يسجل هدف بقاء الفريق في الدوري الممتاز. واستمرت مغامرة الداخلية وكمائن الداخلية، والكمين الأخير كان في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما نجح رشيد أحمد في الثواني الأخيرة من المباراة، وانتظر جدا جدا البنوبي عليه حد ما حطها له ويسجل هدف بمنتهى الأريحية، هدف بقاء أو ضمان بقاء فريق الداخلية في الدوري الممتاز. استفتاءاتنا النهاردة أو اختياراتنا النهاردة، أفضل لاعب بدون شك كان هو عبد الرحمن البنوبي لاعب الداخلية بهدفين هامين جدا في شباك نادي أسوان. أما أفضل هدف فكان محمود صابر لاعب بيراميدز في مرمى طلائع الجيش، وأفضل تصدي كان في تصدي هام جدا لعماد السيد أبقى النتيجة على حالها ما بين أسوان وفريق الداخلية. أفضل مدير فني طبعا كابتن علاء عبد العال. تعالوا بقى نشوف لقطة اليوم وهي احتفالات فريق الداخلية بالبقاء في الدوري الممتاز، نتابع. طيب هو طبعا سعادة ما بعدها سعادة لفريق الداخلية بالبقاء بالاستمرار في الدوري الممتاز الحقيقة، وزي ما قال الكابتن علاء عبد العال إنها توازي فرحة الأهلي وجماهير الأهلي بالبقاء في الدوري الممتاز. طيب عموما أدي قدامنا الصورة هي زي ما حضراتكم شفتوا الأفراح بتاعة فريق الداخلية الحقيقة النهاردة. خلاص دي لقطة اليوم أعزائي المشاهدين. النهاردة الحقيقة كان جالي تليفونات كثيرة جدا من الأفاضل من بورسعيد بيناشدوا الرابطة انها تزود عدد الجماهير في المباراة الفاينل الكاس الرابطة، وبقى صور وتجهيزات في بورسعيد يعني على اعلى استعداد
استعدادا لنهائي كأس الرابطة. بورسعيد مشتاقة جدا للبطولة، والحقيقة فريق حالته جيدة جدا الفترة الأخيرة، لم يخسر منذ أن تولى الكابتن ميم عبد الرازق المهمة، وكل التحية طبعا للكابتن حسام حسن وجهازه السابق، لكن في حالة من يعني إيه الاستعداد الكامل لهذا اللقاء النهائي، لأنه هيلعب كمان فريق محترم، فريق سيراميكا من الفرق المحترمة جدا جدا، أتوقع نهائي جيد جدا. لكن بورسعيد كلها في انتظار هذا اللقاء، في انتظار كأس لبورسعيد. تعرفين نادي المصري خد كأس مصر مرة وحيدة، ووصل النهائي أكتر من مرة، لكن سوء حظه كان بيلاقي النادي الأهلي فبيخسر في النهائي. بينتظروا هذه البطولة على أحر من الجمر، وسيراميكا بينتظر هذه البطولة على أحر من الجمر. خلينا بناء على طلب الأصدقاء عايزين استفتاء كمان لأفضل حكم، مش هنختار مين أفضل حكم لكنه هنسيبها لكم، مش هنقول خمسة من الحكام تختاروا ما بينهم، لكن انتوا رشحوا ونصفصفهم برضو التلاتة. فالصورة دي على سبيل المجاز بس، كابتن البنا وطاقم تحكيم المباراة النهائية محمود ناجي ومحمود أبو الرجال وسامي هلهل، وكان معاهم أحمد الغندور، وعندنا بقى الحكام كتير جدا في الدوري الممتاز، اختاروا برضو وقولوا لنا عشان نضموا للاستفتاء بتاعنا. خلينا نروح لفاصل نرجع لحضراتكم من جديد. عجبني حاجتين. الحاجة الأولى، أنا من زمان كنت أحب حفلات أضواء المدينة، وكنت ساعات بقدم فيها، وساعات وأنا صغير بنجري نسحب عشان نعرف ندخل، وإحنا في طنطا كانت بتيجي وردة الجزائرية، كان بيجي كريم محمود وشفيق جلال، وبعدين فاتت الأيام ومرت الأيام وبقيت أنا أقدم النجوم دول، يعني ما يجي عندنا بقى كنت بدأت ألعب وربنا كرمني يعني. فبعد ما كنا بنتسحب عشان نعرف ندخل الحفلة نتفرج عليها من الكواليس ولا بتاع، بقيت انا بقدم النجوم دول في الحفلات. فارتبطنا من زمان باضواء المدينه وحفلات عبد الحليم وحفلات فريد وحفلات طبعا ست ام كلثوم بقى حدث ولا حرج، ونجت وورده وشاديه وفايزه وكل بقى محرم فؤاد ومحمد انديل وكل النجوم الكبار دول يعني. وبعدين جانا اجيال بقى تانية، هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو واسماء كثيره جدا، ودخلت بقى ليالي التلفزيون، بدأنا نستمتع كمان، وبعدين بدأت حفلات أكتر، وبعدين الأوبرا طبعا زي ما هي عام عاملة دور أنغام وجمال أنغام وصوت أنغام وحلاوة أنغام ومتعة أنغام، أنا من عشاق أنغام عشان تبقوا عارفين يعني. ودخلت بقى حفلات وأصوات كتيرة حلوة بقى، مي فاروق ورهام عبد الحكيم وشيرين وأسماء كتيرة جدا عظيمة يعني، وطلع عندنا أجيال من المؤلفين ومن الملحنين وعندنا. وبعدين فجأة لقيت الحفلات دي هديت خالص يعني. طبعا عايشين على عمرو دياب ربنا يبارك له، على طبعا النجم الكبير محمد فؤاد، على طبعا تامر حسني مكسر الدنيا، محمد حمائي الكينج، محمد منير، بهاء سلطان، اهاب توفيق، مصطفى قمر، هشام عباس، اسماء كثيره جدا يعني. انا اسف طبعا بقول من الذاكره فيعذرني حبايبي اللي انا نسيت اقول اسمائهم يعني. وبعدين فجاه بقى تلاقي حفلات كده متقطعه يعني، ايه يا عم فين حفلاتنا وفين ناسنا وفين حاجات الحلوه بتاعتنا. فرجع مهرجان العالمين بصراحه انا مستمتع بيه، وتبدا الحفله الاولى مع تامر، شفت البرومو بتاعها ودي بقى مستمره طول الوقت، والاسم بتاعه حلو، العالم عالمين. فاتمنى بقى وعايزه ترجع تاني. انا شوف النهارده قريت انه كانت في حفله في المنصوره لبهاء سلطان وهكذا هكذا، ده شيء رائع. الشيء التاني بقى اللي انتوا شايفينه قدامكم دول، البرازيلية ناتاليا والصربية مايا، دول ابطال العالم. اللعبة الجديدة الحلوة اللي انتوا بتشوفوها دي اسمها التيك بول، ها حلوة قوي، متعة جميلة جدا على فكرة. هنا تقول لي ده العدد المشاهدين قليلين، دول عندهم حسابات بالملايين بيتابعوهم يعني، فالامر جميل، ده كان مطلوب، لانه انت لازم تسوق للعالمين احلى واعظم واجمل تسويق، لازم تعمل ده. فكل ما الناس دي تيجي وكل ما تحط على صفحتها وكل ما الناس تتصور وتشوف، هتبقى متعه ما بعدها متعه يعني. ان شاء الله باذن الله اللي جاي حلو، بامر الله اللي جاي حلو،
واللي جاي جميل باذن الله. عايز اختم بقى معاكم، عندنا نجومنا الكبار بيلعبوا في دوره في العالمين وعاملين اجواء رائعه واجواء جميله. برضو كل مره بشكر البنك الاهلي وبشكر سيتي ايدج للتطوير وبشكر شركه وي وبشكر البريد المصري وبشكر شركه حديد عز، لانه الرعاه دائما وابدا بينجحوا مثل هذه الاحداث. خلينا نشوف التقرير ده واقول لكم ايه كده. تمام، يلا بينا. سلام. متعة الكرة الشاطئية وجمالها من العالمين الجديدة. معانا واحد من نجوم الكرة المصرية، كابتن حسن الشامي. كابتن حسن، مرحب بيك اون تايم سبورتس. بالتأكيد شايفين يعني أجواء جميلة وفايبس تحفة جدا موجودة في العالمين الجديدة النهاردة. مرحب بيكم طبعا. العالمين الجديدة حاجة يعني أنا أول مرة أجي، مبسوط جدا إن قابلت كل إخواتي وأصحابي في كل الفرق، أهلي وزمالك ومنتخب مصر، إسماعيلي، كل الفرق موجودة، كل لعيبة بتمثل لمثلة فرق كتيرة موجودة هنا. العالمين الجديدة حاجة جميلة جدا، وكل الناس شايفين الأجواء هنا، أجواء الدنيا الناس كلها مبسوطة بالأجواء، الناس بتستمتع باللعيبة اللي موجودة. العالمين الجديدة بصراحة حاجة أنا ما كنتش متخيل، بس لما جيت وشفت بنفسي لا حاجة جميلة يعني، حاجة عظيمة جدا يعني. الحضرة ده على النهاردة بس كان جيم كبير جدا، عملنا جيم كبير. أفهم من كده إن أنت بتحقق، أفهم من كده إن أنت بتحمل الحضري مسؤولية الهزيمة النهاردة؟ لا لا أنا بهزر طبعا، الحضري طبعًا كبير وبيعمل حاجات رجعته 20 سنة ورا النهاردة. من أفضل الحراس في تاريخ مصر طبعًا، في تاريخ أفريقيا مش في تاريخ مصر يعني. كابتن محمد فضل، شيتوس، مش عايز انسى حد يعني، كابتن عماد متعب موجود، كباتن مصر كلها موجودين. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه، والناس كمان متفاعله معاهم بشكل كبير. الجميل كمان ان في حماس، كله عايز يكسب، فمديه للبطوله اجواء هايله يعني. لكن الجميل كمان بقى العالمين الجديده مديه للبطوله حاجه جميله جدا. بشكر كل المسؤولين اللي طلعوا لنا الشكل ده، حاجه جميله. خلال موسم او موسمين كمان العالمين الجديده اعتقد هتبقى في حته ثانيه خالص يعني، فبشكر المسؤولين وحدث جميل يعني. زي ما انت شفت المهرجان عالمي فعلا في مدينه العالمين، مدينه يعني مش عايز اقول لك تحفه، وتطوير في انشاءات وجو تحفه واساطير موجوده، وماتش اول مره نلعب على فكره على الرمله كره شاطئيه، بس شوف الاجواء عامله ازاي عليك التيشيرت كله رمله. بص احنا الماتش كان صعب جدا، كنا بنلعب كابتن احمد حسن، فماتش صعب جدا واجواء تحفه. ولما جات لي الدعوه طبعا ما تاخرتش، وانا سعيد جدا ان انا من ضمن الناس النجوم اللي موجوده، واكيد لما يكون يعني مهرجان زي ده اكيد ما يتفوتش. بشكر كل الناس وبشكر المتحده ان هم طبعا نظموا مهرجان زي كده، وانا فخور ان مصر فيها مدينه زي العالمين، مدينه كبيره جدا ومدينه على اعلى مستوى، جو انشاءات، تطوير، مهرجان فني ورياضي، طبعا اجواء تحفه. انا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده، وزي ما انت شفت الناس مستمتعه باللقاء، واتمنى طبعا لبلدي ان طبعا ان الفتره الجايه في التطور ان شاء الله باذن الله. باكورد كذا باكورد، وعشان تعرف بس عشان واحنا بنحلل تعرف ان احنا كويسين الحمد لله. الجو في العالمين بيجي بتلعب كره حلوه. بص طبعا الاول خلينا نتكلم على الايفنت، السلوجن بتاع الايفنت العالم عالمين. انا بقول للناس يا جماعه زمان دي كانت ايام الحرب العالميه كلها الغاز، فانت تيجي تشوف الجو عامل ازاي، البحر عامل ازاي، كل التاورز اللي انت شايفها، التطور والنهضه، انت في الاخر بلدك حلوه قوي. فبقول للناس احنا موجودين كرياضيين النهارده في الايفنت ده، وزي ما انت شايف بص الناس مبسوطه بجد. حاجات عالمين واحده من كنوز مصر. بص طبعا من كنوز مصر، والسلوجن بتاع العالم عالمين ده عجبني جدا، وفكره انك انت تعمل ايفنت والانترتينمنت وتجيب 150 اكتر 150 انفلونسر حوالين العالم. لا بلدك بص حلوه، ولو جبت خريطه مصر وشاورت على اي حاجه بطريقه عشوائيه تلاقي كلها حلوه يعني، اسوان، شرم الشيخ، الغردقه، العالمين، الفيوم، بص مفيش حاجه، سيوه، كل حاجه. فاحنا لازم نحب البلد دي ولازم نشتغل. واللي انا شايفه النهارده، انا كنت باجي اعدي بس وما بدخلش، النهارده دخلت، حاجه فعلا تبقى فخر لاي مصر. بص احنا كلنا جايين بعائلاتنا، كل واحد معاه مراته واولاده، كل اللعيبه من ايام زمان، فاجواء حلوه، الناس مبسوطه زي ما انت شايف. وكسبنا احمد حسن، دي اهم حاجه، وبعد ما كسبناه هناخده معانا بكره في النهائي، هنختاره طبعا معانا، احمد لعيب كبير، فالاجواء حلوه قوي.
بجد انا مبسوط ان العالمين استضافتنا كلنا، وزي ما انت شايف الاجواء حلوه قوي. شكرا كابتن محمد، وان شاء الله دايما متواجد في كل الايفنتات المهمه. بشكرك واون تايم سبورتس في كل المحافل المحليه والدوليه موجوده على طول. الحمد لله، يمكن ربنا كرمنا في المباراه الاولى. الحمد لله اجواء عالميه على ارض العالمين، مدينه على اعلى مستوى، مدينه سياحيه على اعلى مستوى. بصراحه كنا كلنا شايف الاجواء كلها، احنا كلنا عايزين نرجع تاني نلعب كوره بصراحه بعد اللي احنا شايفينه. حسيتكم بتلعبوا بجد، جو العالمين والهواء والجمهور والشط البحر المتوسط حاجه جميله. ده حقيقي طبعا، متعه كمان البحر المتوسط. انا مش عايز اقول لك الجو هنا الصبح عامل ازاي، والجو بالليل امتع، يعني الجو في كل وقت صراحه. دايما الساحل الشمالي وبالذات مدينه العالمين من المدن الساحليه العالميه بامانه، يعني الحمد لله الاجواء مساعدانا، الجو جميل جدا، فمساعدنا ان احنا نادي اداء امتع مما تتخيل. وديك شايف الاجواء عامله ازاي. ده حقيقي الحمد لله، يمكن في متعه حتى في الاداء. وبعدين احنا كان كل النجوم اللي انت شايفها دي بقى لنا فتره ما اتجمعناش، و يعني رجعوا لنا الروح اللي هي مفتقدينها بقى لها كتير، ومبسوطين جدا باليوم الجميل.